السلام عليكم، كيف حالكم يا أهل انستغرام؟ طبعا منورين انستغرام، وهذا أول مقطع، واليوم معنا شرح. إن شاء الله بنواصل الشروحات، شرح كيف تلعب ثلاثة أيادي. أول شيء يعني إذا بتفنش بطريقة حلوة وتفنيش سريع كذا، إن شاء الله يعني بسويها بالبطيء عشان تلاحظون. فتمسك السلاح بأصبعين كذا، واحد في اللي يضرب واحد اللي يجلس، وزي كذا، والسكوب يسار، مع اني ما انصحك على اللي انت متعود عليه، بس اهم شيء اللي يتحرك وتجلس وتضرب. والحين بشرح يعني داخل الجيم. طبعا شباب حركة التفنيش بتكون زي كذا، والله طيحت بلا فنش على الثاني.